برج الثور بيواجه لان هو حد ابيض واسود صريح جدا، ما بيعرفش يسكت، ما بيعرفش يعدي حاجه. لكن لو حد قريب منه قوي مثلا زي اخواته ومامته وحد بيحبه هيبعد. اوكي، هيبعد عشان يبعت له مسج ان هو زعلان بس بطريقه غير مباشره. اوكي اوكي، لكن في العموم هو بيواجه وبيواجه بصراحه جامده جدا قوي. اوكي، الجوزاء نفس الحكايه برضو بيواجه، ما بيهربش خالص، لا يعني بيواجه، بيقول اوكي.